بيحض على الكراهية والعنف. ده كلام مهم لكل الناس اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. ركزوا كويس وخلي بالكم من الفتن اللي شغالة اليمين دول، عايزين يولعوا الدنيا على مزاجهم هم. أما فلسطين خط أحمر، ياريت الرسالة توصل للناس. نزلت فيديو يتكلم عن القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة. إدارة التيك توك الشريفة العفيفة قامت بمسح أو حذف الفيديو اللي بيتكلم عن فلسطين وأهل غزة، تمام؟ قالت لي إدارة التيك توك إنك بتحض على الكراهية والعنف. أب إزاي أنا بحض على الكراهية والعنف وانتوا سايبين فيديوهات للشعوب العربية بتخبط في بعض؟ يعني بتوع السودان بيخبطوا في المصريين وبتوع مصر بيخبطوا في بتوع السودان، تمام؟ يعني الشعوب العربية بتخبط في بعض على التيك توك. ده موجود حاليا فعلا شمعا فلسطين، عشان تعرفوا يا شعوب عربية او شعوب اسلامية ان التيك توك مسيطر عليه اليهود. اليهود مسيطرين على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. أي فيديو يتكلم عن غزة وما يحدث في فلسطين بيحذفوه مباشرة. عند القضية الفلسطينية خط أحمر بالنسبة لهم. أما أي حاجة تانية غير غزة وأهل غزة الدنيا عادي بالنسبة لهم، الدنيا حلوة، لكن عند فلسطين خط أحمر. شمعا لما ندافع عن فلسطين وقضية غزة وأهل غزة بتحذفوا الفيديوهات. هنا في علامة استفهام كبيرة من قبل هؤلاء، عشان كده هم مسيطرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بيسمحوا للشعوب العربية تخبط في بعض وتشتم في بعض. ما دول يا جماعة بيحضوا على الكراهية والعنف، مالشي معن أهل غزة، أهل غزة بس هم اللي بيحضوا على الكراهية والعنف. شغل التيك توك اليومين دول شغال ومواقع التواصل الاجتماعي كلها بنفس النمط، أي حاجة تيجي على فلسطين بيحذفوها، أما أي حاجة غير كده مش بيحذفوها، سواء كانت مخلة للمجتمع، سواء كانت هتولع الدنيا في بعضيها، بالذات عند العرب والشعوب العربية. انتبهوا انتبهوا للكلام ده كويس، انتبهوا للكلام ده كويس. هناك مخططات لتدمير الشعوب العربية، وبالدليل ان اي حاجة بتنشرها عشان خاطر فلسطين او اهل غزة بيحذفوها مباشرة. بيقول لك انك بتحض على الكراهية والعنف. فين العنف في كده؟ يعني ناس بتتدبح، ناس بتتدمر، ناس بتتهجر من بيوتها، ده عنف. انا بتكلم على اهل غزة اللي هم ناسي، اهل غزة دول مننا واحنا منهم. ازاي انت بتقولي بتحض على الكراهية والعنف؟ يعني القضية الفلسطينية اللي موجودة حاليا واسرائيل شغالة دك بالطائرات من فوق تدمر وتنهب وتخرب في فلسطين وخصوصا قطاع غزة.